شوف واش السعيديه كي راه داير، هذه راه سابقه هذه، شوفوا المواج كي راه داير عاودي، شوف البحر راه محرك، شوف 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 البحر كي راه داير، شوف 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 البحر، شوف راه عمر ليش سبق لي شفت هذا المشهد هذا، شاطئ السعيديه شوفوا كي ولا اللون ديالي. السلام عليكم خوتي خوتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. خوتي صحه الشتيوة، تبارك الله هاد اليومين هذه طيحت واحد الشتاء اللهم بارك بالشرق ديال المملكه المغربيه كامل. الشتاء تبارك الله كانت على حقها وطريقها، يعني مدة ما شفنا الشتاء بحال هذه اللي طاحت مؤخرا. دوكا راني كنت واجد بمدينه السعيديه، جيت هاد الصباح ندير واحد الدوره هنايا نشوفوا كي دايره الاجواء بمدينه السعيديه، خصوصا البارح يعني بزاف ديال الطرقان اللي كانوا مبلعين ما بين مدينه بركان ومدينه وجده، يعني كلشي كان متوقف بسبب ديال الحمولات ديال بزاف ديال الوديان، منهم واد كيس، الواد اللي فاصل ما بين المملكه المغربيه والجزائر. واد كيس حتى هو كان حامل هذه الليله هذه، يعني هذيك الحموله كامله غادي تكب في البحر، سواء واد كيس وسواء واد ملويه. واد ملويه حتى هو اللي كان حامل، ولحد الان راه حاد حامل، راه كيخوي في البحر، يعني هاد جوج ديال الوديان كاملين كيخوي في البحر، يعني في شاطئ السعيديه. وغالبا شاطئ السعيديه غادي يكون الكولور ديالو تبدل، يعني غادي يكون اللون ديالو تبدل. غادي نشوفوا كي داير الاجواء، نشوفوا البحر واش صالح للسباحه ولا ما صالحش، حيتاش كاين اللي كيبغيو يعوموا في هذه الوقيته هذه ديال الشتاء، كاين اللي كيعوم كاع هنا في السعيديه، كاين اللي كيجي كيعوم اللي كتكون الشتاء تصب. حنا غادي نديروا دوره وغادي نشوفوا كي داير الاجواء في الشاطئ، نشوفوا واش نقي، واش الكولور ديالو باقي كما معروف شاطئ السعيديه ولا راه ولا قهوي. هادشي كامل نتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا خوتي. دوك انا كنتواجدوا بالضبط قدام الشاطئ، يعني قدام الكورنيش، حنا قراب له السيرك، ها هو قدامنا السيرك ديال السعيديه، ها هو السيرك. دوك حنايا غادي نمشيو، ها ودي يبان لي اللون ديالو من هنا يبان بدل يا باتي. واه لا فشكال، راه مده ما شفناش هاد المنظر هذا الصراحه، راه يبان ولا غادي نشوف. نخلي الموبيله وغادي ندخل ان شاء الله، خليكم معنا اخوتي. الاخوان تبارك الله عليكم، دوك رانا وصلنا للشاطئ، شاطئ السعيديه. شوفوا الاجواء كي راه داير، شوفوا الشاطئ كي راه داير، الشاطئ الكولور ديالو ولا بحال الرمله. الشاطئ شاطئ السعيديه ولا قهوي. صراحه توحشنا هذه الاجواء هذه ديال الشتاء، توحشنا نلبسوا الجواكت. كان قهرنا شويه الحمان ولكن الحمد لله على كل حال. دوك اخوتي غادي نشوفوا هنا الشاطئ كي ولا، شوفوا تبارك الله، شوفوا شاطئ السعيديه كي راه داير، سبحان الله العلي العظيم، بين ليله ونهار تبدل شاطئ السعيديه. شوف شوف سبحان الله العظيم، كل لون ديال شاطئ السعيديه كي ولا، من ازرق البني، شو القصبه والخش اللي رماه الواد، واد كيس اللي كاين هنايا في الحدود ما بين المغرب والجزائر، هو الواد غير هنا عند هذا الحجر هذا، ما في كيخوي الواد الفاصل ما بين المغرب والجزائر، والناس راها تعوم هنايا سبحان الله العظيم، الناس راهم يعوموا. شوف شكاش، شوف شاطئ السعيديه، شوف 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 شوفوا المواج ديال شاطئ السعيديه كي داير، والله الا شي حاجه غريبه. انا الصراحه هذه اول مره غادي نشوفها، راه عمر ليش سبق لي شفت هذا المشهد هذا. شاطئ السعيديه شوفوا كي ولا اللون ديالي، هذه راه سابقه، يعني راه مدة ما شفنا شي شتاء، انا بعدا عمر ما شفت شتاء بحال هذه صراحه. شوف شوف المواج، الناس راها تعوم هكذا، راها تعوم، شوف شكاين سبحان الله العظيم. شوف شوف يعني حتى البحر راه محرك، درك شوف حتى البحر راه محرك، شوف كرا هيدي البحر راه غضبان. شوف هنا عند الحجر، شوف هنا عند الحجر، شوف الموج فرام بوسطو كاع، تبارك الله عليكم. ما عمتوش؟ علاش ما عمتوش؟ علاش ما عمتش؟
علاش ما عمتش؟ خويا راه ها هي شفتي الوسخ. هي الوسخ ياك؟ شوف هذا هو شاطئ السعيدية. هنا كاين الجزائر وهنايا المغرب. هاد الوسخ هذا اللي هنا وهاد الماء الموسخ هذا الماء ديال الشتاء الحمولة ديال الواد جابها واد كيس. وهاد المناسبة هادي اخوتي غادي نوجه يعني تعزية للعائلة ديال الضحايا اللي ماتوا هنايا في الشاطئ يعني في الحدود ما بين المغرب والجزائر. يعني هادي هي البلاصة اللي ماتوا فيها الاخوان اللي تقتلوا يعني بالرصاص الغدر للجيش الجزائري. يعني كانوا يعوموا هنايا ظلام عليهم الحال كانوا يدوروا يعني بالجيتسكي ودخلوا هنايا غلطوا دخلوا لهاد المنطقة الحدودية ما كانوا شي ما كانش يبان لهم ايوا وضربوهم. قدمنا الاجر الله يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله. شوفوا شاطئ السعيدية كي راه داير هذه راه سابقة هذه. شوفوا المواج كي راه داير عاود شوف البحر راه محرك. شوف 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 البحر كي راه داير شوف 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 البحر شوف شوف البحر كي راه داير البحر راه محرك سبحان الله العلي العظيم. شوف شوف المواج لا اله الا الله رسول الله. هذه هي السعيدية يعني هذا العام هذا سبحان الله العظيم ما جاش فصل الخريف من فصل الصيف لفصل الشتاء مباشرة. الحمد لله على كل حال بدا هذا الشتاء هذا كنا محتاجينها الصراحة. الشتاء كنا محتاجينها يعني حتى الفلاحة راه الناس راه كانت الجفاف الفرشة المائية تعمر بعد العيون يوليو يطردقوا الويدان كتشوفوا الويدان يعني الدرجة ديال البحر راه تلون البحر راه تبدل اللون. الله يبارك. شوفوا ندير واحد الدورة مع الشاطئ شوفوا كي دايره الاجواء. الله هذا الوسخ اللي رماه الواد. شوف الله يعني ذاك كيجيو الناس هنايا خاش راه مازال السعيدية يعني لحد الان راه مازال فيها الناس اللي مسافرين جايين من مدن مختلفة من المغرب راه مازال الناس كارين هنايا مازال يعني الناس تفاجأت بهذا الشتاء هادي. كاين اللي عنده ما يخدمش في هذا الوقيته ديال شهر 9 شهر 10 كاين اللي داير عاد يجي لهنا شاطئ السعيدية وكاين اللي راه هنا كيما وتكم وتفاجأ بهذا الشتاء هادي. شوف سبحان الله العظيم الناس راه تعوم يعني العائلات وكل شيء. شاطئ السعيدية قلت ماشي شاطئ السعيدية هذا سبحان الله العظيم. شكون اللي يتخيل شاطئ السعيدية غادي يولي هكا بين ليلة ونهار سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العظيم. لا العائلة ترمي عوم سبحان الله. شو يعني البحر واش رمى يعني كاع الخش ديال الواد رمى هنا هذا خصو واحد الخدمه يعني هنايا الناس اللي مكلفين بالنظافه يعني الله يحسن عونهم هما يكون عندهم خدمه ديال البس يعني كاع الخش هذا راه رمى البحر. غريب غريب سبحان الله العظيم رب العالمين قادر على كل شيء. وهاد الكولور هذا ديال الماء راه سيدي راه ضارب واحد المسافه راه تكون واحد الكيلومتر لا كيلومتر وشي حاجه اللي راه داخله في البحر يعني اللون ديال البحر. وفي وسط البحر الهيه راه كيبان كتبان شويه الزرقيه يعني ديال الماء يعني هذا نقول لكم واحد الكيلومتر والزياده كاين واحد الزرقيه ديال الماء وقدامها قهوه يعني كيبان بحال يعني البحر مقسوم كيبان مقسوم. اجواء مباشره من مشات السعيديه يعني حضركم احنا في منتصف النهار ديال يوم الاحد يعني نهاية الأسبوع. سبحان الله العلي العظيم كل اللي ينوي شاطئ السعيدية غادي يولي هكذا. الناس جات من جميع المدن المغربية باش يتصيفوا وخطرة وحدة تفاجئوا أمطار غزيرة في الشرق ديال المملكة المغربية سبحان الله العظيم. تسحب لي باراسول
حتى صحاب لي باراسون راهم يعني ما خدامينش. مشكل والله، مشكل. اجواء مغيمه. شوف شوف البحر كي راه داير، البحر اللون ديالو ولا قهوي. ها انت يا اله، هذه هي السعيديه خوتي. بهذا نكون وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو هذا، نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال هذا الفيديو هذا. بالنسبه للاخوان اللي اول مره غادي يشوفوا شاطئ السعيديه بهذا اللون هذا، اللون البني، يخليها لنا في التعاليق. شكرا بزاف للمشاهده خوتي، السلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.